للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الإعلامي والمحلل السياسي التركي السيد طه عودة أوغلو. سيد طه، بداية مرحبا بك. رغم أن الصور الأولى للقاء الرئيس بوتين مع الرئيس التركي أردوغان كانت تؤشر لغضب كبير بين الرئيسين، إلا أن المؤتمر الصحفي خرج على غير هذه الصورة، كيف تنظر إلى مجمل ما خرج به الرئيسان؟ يعني في البداية مساء الخير لك والسادة المشاهدين. من دون شك أن الاجتماع هو كان يعتبر من أهم الاجتماعات ومن أصعب الاجتماعات التي عقدها كلا الزعمين خلال الفترة الأخيرة الماضية. تقريبا 6 ساعات استمر على مسار الزعيمين والوفود. الملفات ليس ملف واحد، هناك العديد من الملفات الشائكة تم التطرق إليها، ولكن النقطة الأساسية وهي التي تتعلق بوقت إطلاق النار، وهو كان مطلب تركي في البداية كما تعلم عن الرئيس أردوغان بالأمس، قال سوف يعتبر من المتوقع أن نقوم بوقف إطلاق النار، يعني هذا مطلب تركي، ولكن هناك بعض المطالب التركية فيما يتعلق بعودة قوات النظام إلى ما بعد حدود سوتشي هذا لم تتحقق، لكن في النهاية استطاع كلا الطرفين هو عدم الصدام، عدم المواجهة، نزع فتيل الأزمة. هذا الاتفاق إن صح التعبير هو اتفاق هش بالمعنى الكامل، وليس اتفاق دائم، يعني ممكن ان تتفجر الاوضاع في اي لحظه، ولكنه كما ذكرت لك هو استطاع ان يعني يبعد شبح الحرب والصدام ما بين الطرفين. الامر اللافت، يعني رئيس بوتين بدا كلمته بتقديم العزاء للشعب التركي على مقتل عدد من الجنود الاتراك في ادلب، كيف قرات هذه البدايه في ظل الدعم الامريكي ايضا لتركيا خلال الايام الماضيه؟ يعني تحدثنا عن ان الزياره وخاصه زياره اردوغان كان يحمل يعني اوراق ضغط كبيره معه خلال هذه الزياره، ان تحدثنا عن عمليه درع الربيع التي بدات في 27 بعد مقتل الجنود الاتراك، والاتراك يعني هددوا في حال فشل هذه المباحثات سوف تكون هناك عمليه واسعه، دعم كبير من قبل الولايات المتحده الامريكيه وعدد كبير من الدول الاوروبيه، يعني كانت لافته هذه الغايه، كان الدعم كامل بالنسبة لأنقرة، وهذا حقيقة كان هو في الحسبان بالنسبة للرئيس الروسي الرئيس بوتين. هو حاول قدر الإمكان، إذا تابعنا أيضا هو لم يوافق على قمة رباعية تشمل ماكرون وتشمل المستشارة الألمانية ميركل، هو أراد أن تكون هذه القمة هي قمة ثنائية، أن تحل المشاكل فيما بعضهم، خاصة عندما تحدث بأن علاقاتنا القوية هي حافظت على هذا الاتفاق او ما وصل اليه هذا الاتفاق. اعتقد ان الطرفان يعني الطرف الروسي والتركي يعني من خلال هذه القمه ومن خلال هذا الاتفاق كما ذكرت لك هم قطعا اي طريق. طيب. الرئيسان سيد طه، يعني الرئيسان التركي والروسي اتفقا على وقف اطلاق النار عند منتصف الليله، هل تتوقع ان يلتزم النظام والميليشيات الداعمه له بهذا الاتفاق في وقت نرى فيه إيران خارج الحسابات في الفترة الأخيرة؟ يعني إيران في الفترة الأخيرة حاولت قدر الإمكان أن تدخل، وخاصة بعد أن تم تهميشها حتى من قبل الروس وحتى من قبل المجتمع الدولي المتحدة الأمريكية التي تحاول قدر الإمكان إخراجها من المعادلة السورية، ولكن نحن في اتفاقات والتفاهمات السابقة يعني لاحظنا أن هناك دائما خرق للنظام. قبل قليلا يعني قبل أن يبدأ هذا الاتفاق أمتى وزارة الدفاع التركية أعلنت عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين، هذا يعني إشارة غير مبشرة لهذا الاتفاق كما ذكرت لك، يعني هو إن كان اتفاق هو فقط اتفاق يعني ليس دائم، هو في هش، ولكنه في أي لحظة من الممكن أن يتفجر، خاصة إذا تحدثنا عن أن التصريح أو المؤتمر الصحفي لبوتين تحدث عن مكافحة الإرهاب، وهذا يحق لروسيا أن يعني أن تتدخل وأن يعني تقوم بملاحقة الإرهابيين كما تقول. أيضا هناك تركيا قالت نحن موجودون في سوريا، وهذا يعني بأن تركيا هي سوف تلاحق النظام وأي خرق من النظام. يعني كيف ترى هذا البند من الاتفاق؟ يعني هناك من يرى أن اتفاق الرئيسين على محاربة الجماعات المصنفة على قوائم الأمم المتحدة أنها إرهابية أنه انتصار لتركيا والجيش الحر، كيف تنظر إلى هذا البند من الاتفاق؟ يعني حاليا تركيا كما ذكرت لك فيما يتعلق ب يعني هناك ليس هذا يعني النقطة المهمة بالنسبة لتركيا، تركيا هي حاولت قدر الإمكان
وقف في عام وقف اطلاق النار، وهذا مطلب يعني هو منذ اتفاق سوتشي القديم كان بند اساسي، ولكنه لم يتحقق منذ عام 2018 الى حتى هذه اللحظه. دائما نلاحظ ان هناك خرق للنظام، نلاحظ ان ايضا التصعيد الروسي الداعم للنظام هو كان مستمر، وهذا ما ركزت عليه تركيا خلال هذا الاتفاق، ان يكون وقت لاطلاق النار ومن ثم التطرق والبحث في الامور الشائكه الاخرى. نشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول، الإعلامي والمحلل السياسي التركي الأستاذ طه عودة أوغلو.